أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إحنا هنتكلم على الوحدة الثانية. أول درس فيها بيتكلم عن المرايا. طبعا المرايا كلنا نعرف دي أسطح بتكون عاكسة للضوء. المرايا دي أنواع، في نوع مستوي ده اللي عندنا في البيت اللي بنقدر نشوف شكلنا فيه كل يوم، وفي مرآة أخرى اسمها مرآة كرية. ليه سموها كرية؟ لأنها جزء من كرة. النهاردة هيكون كلامنا عن المرآة المستوية. انت لو كنت ماشي كده هوت وقدامك ان هوت في النهار في وضع في اشعة الشمس بتتعكس ان هوت الصور بتاعتها على سطح الماء، فبنلاحظ الانسان عند النظر لسطح ماء ساكن ما بيتحركش يرى صورة لوجهه في الماء. بنلاحظ كمان صور المباني زي ما انت شايف قدامك كده هوت، دي بجوار المياه الساكنة. لو نظرت كمان على سطح مصقول زي مرآة، زي ممكن ان هوت اي معدن من المعادن من الفلزات، بتكون ايه لها بريق ولمعان معدني، بترى صورة وجهك كما كل هذا بيحدث نتيجة انعكاس الضوء يعني ارتداد من سطح الماء او سطح المرآة. هنتكلم مع بعض خصائص الصورة المتكونة في المرآة المستوية. لو انت كتبت هنا ألف ب ت بتبص عليها في المراية بتلاقيها ايه ده، دي معكوسة. ايدك اليمين تحطها قدام المرآة تحس انها ايدك الشمال، عشان كده بنحط هنا هو كلمة إسعاف في مقدمة سيارة الإسعاف بالشكل اللي أنت شايفه مكتوبة. إيه ده؟ دي مكتوبة بالشقلوب. طب ليه معكوسة كده؟ قال لي عشان من صفات الصورة اللي بتتكون في المرآة المستوية إنها تكون معكوسة. فقائد السيارة اللي أمامها بيرى في المرآة اللي هي عنده في العربية من الداخل كده الصورة بالنسبة له معكوس، المعكوس هيبقى معتدل فبيبان واضحة ليه، فيتنحى جانبا ليفسح الطريق لسيارة الإسعاف. ايه صفات الصوره اللي لازم نحفظها بتاعت المرآه المستويه اللي انت بتشوف نفسك كل يوم فيها؟ اول حاجه صوره معتدله، وصوره مساويه للجسم، وصوره معكوسه، وصوره تقديريه. خلي بالك من كلمه تقديريه، يعني ما بتنعكس وتستقبلها على حائل. الحائل ده جسم معتم لا ينفذ منه الضوء، يعني كتاب. هل تنعكس صورتك من المرايه وتيجي على كتاب او على ايدك او على الحائط؟ لا طبعا، فبالتالي بنقول عليها صورة تقديرية. طيب، بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد صورته عن المرآة. وحاجة كمان بنقول المستقيم الواصل بين الجسم وصورته يكون عموديا على سطح المرآة. طيب، هل تخضع انعكاس الضوء لقوانين معينة؟ عندنا قانونين، القانون الأول لانعكاس الضوء والقانون الثاني لانعكاس الضوء. عشان نفهمهم لازم نعرف ان هو حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ قانون انعكاس الضوء. دي نتخيلها مرآة ودي ورقة بيضة تحتيها. هنحط هنا شوية مسامير زي ما انت شايف، هنا عند النقطة ده الواحد وعند النقطة ده الاثنين. هتلاحظ هنا انها ظهرت قدامها هنا ده الاثنين وده الواحد، طبعا معكوسة. هتلاقي ده الاثنين هناك وده الواحد هنا. طيب ايه اللي حصل هنا يا مستر؟ قال لي اللي حصل هنا ان انا باجي على امتداد المسمارين دولت اللي هما ظاهرين في الصورة، بحط قدامي هنا برضو مسمارين او دبوسين. لاحظ ان هو دوت على الامتداد، اللي طلع ده اللي هو من الف ده بنمثله بالشعاع الضوئي الساقط، واللي نزل ده بنسميه الشعاع الضوئي الايه المنعكس، ودوت اسمه ايه الخط اللي فيه نون دوت ده اسمه العمود المقاوم. هنا بتبقى في زاويه بين الشعاع الضوئي الساقط، في زاويه كمان هنا بين الشعاع الضوئي المنعكس مع العمود المقاوم. اللي جنب الشعاع الضوئي الساقط دي بنسميها زاويه السقوط، واللي جنبها الناحيه الثانيه اسمها زاويه الايه الانعكاس. طلعنا من هنا بقانونين، القانون الأول بيقول لك إيه؟ بيقول لك زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. طب والقانون الثاني بيقول لي ما يلي؟ الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقاوم بينهما يقع جميعا، مش على الورقة البيضة دي، فيقع جميعا في مستوى أفقي واحد، عمودي مع مين؟ مع السطح العاكس. تعالى لما نشوف القانونين كده تاني، يبقى زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. القانون الثاني الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس للمرآة تقع جميعا في مستوى واحد، اللي هو مستوى الورقة البيضاء اللي احنا شفناها من شوية، بيكون عمودي على السطح العاكس اللي هو سطح المرآة. عندي شوية مفاهيم مهمة جدا لازم تحفظها. أول مفهوم ظاهرة انعكاس الضوء. يعني إيه انعكاس الضوء أو ظاهرة انعكاس الضوء؟ هو ارتداد الشعاع الضوئي الساقط في نفس الوسط عندما يقابل إيه؟ سطحا عاكسا. الشعاع الساقط ده هو الشعاع الذي يسقط على السطح العاكس، أو كنا بنقولها قبل كده في السنين السابقة حزمة ضوئية ضيقة تمثل بخط مستقيم يسقط على السطح العاكس. طب والشعاع المنعكس؟
نقول عليه والشعاع الذي يرتد من السطح العاكس، أو خزمة ضوئية ضيقة تمثل بخط مستقيم يرتد أو ينعكس من السطح العاكس. طيب، عندي كمان حاجة اسمها زاوية السقوط وزاوية الانعكاس اللي خدناهم في القانون الأول، اللي هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقاوم من نقطة السقوط على السطح العاكس، وزاوية الانعكاس اللي هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقاوم من نقطة السقوط على السطح العاكس. في شوية حاجات لازم أقولها لك قبل ما نجري. بيجي أوقات كتيرة في الامتحان، ماذا نعني بقولنا زاوية السقوط بتساوي 30 درجة؟ أقوم حاطط التعريف وفي الآخر أقول له بتساوي 30 درجة. هتقول له أي أن الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقاوم من نقطة السقوط على السطح العاكس بتساوي 30 درجة. نفس الكلام ممكن يجيني على زاوية الانعكاس. طيب، لو كان مديني زاوية السقوط بتساوي 30 درجة وعايز مني زاوية الانعكاس على طول بتساوي كام يا ولاد؟ برضه 30. طب ليه؟ طبقا للقانون الأول انعكاس الضوء ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. في بعض الأسئلة برضه المهمة اللي بتجيني، عشان كده بقول لك حاول تفتح بنك المعرفة، تتعرف على الأسئلة، جمعها واعرف إجاباتهم، واللي يقف قصادك تيجي وتسأل فيه. زي ايه؟ علل الشعاع الضوئي الساقط عموديا على السطح العاكس ينعكس على نفسه. اكيد. طب ليه؟ قال لي عشان ما فيش لا زاويه سقوط ولا زاويه انعكاس، ان زاويه السقوط ساعتها بتساوي صفر، وبما ان زاويه السقوط بتساوي صفر يبقى اكيد زاويه الانعكاس بتساوي صفر. طب اجاوب عليه اقول له ايه؟ هنقول له لان زاويه السقوط بتساوي صفر وبالتالي زاويه الانعكاس بتساوي صفر، عشان كده هينعكس الشعاع على نفسه، او لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي صفر، خلاص. طيب، في أوقات كتيرة يقول لي إيه؟ من الخصائص اللي إحنا خدناها من شوية اللي اتعرفنا بيها على مين يا ولاد؟ على خصائص الصورة في المرآة المستوية. إنها بتكون عندي نوت إيه؟ قال لي الصورة بتكون بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة من المرآة. عشان كده طبيب العيون بيستعين هنا هوت بمرآة مستوية في العيادة بتاعته. طبعًا لازم عشان يكشف كشف سليم يبقى بين الشخص اللي هو بيكشف عليه ولوحة العلامات 6 أمتار. طب دلوقتي الغرف صغيرة، فبيجي يعمل ايه؟ يحط لوحة العلامات ممكن خلف الشخص اللي هو بيكشف عليه او بجواره، ويضع امامه على مسافة 3 متر مثلا، هيحط ايه؟ مرآة مستوية. تبقى المسافة بين لوحة العلامات وصورة لوحة العلامات كم متر؟ برافو، 6 متر. بنحط الشخص اللي هو بيكشف جنب لوحة العلامات، ما بنخلوش يشوف غير جوه المراية، ويشاور له الطبيب ويقول له هنا هو الفتحات بتاعت الحرف السي من أنه ناحية، ويبدأ يتعرف عليه. نيجي كمان نكمل كلامنا. تكتب كلمة إسعاف معكوسة في مقدمة سيارات الإسعاف، علل. هتقول له نفس الكلام اللي قلناه من شوية، حتى يراها سائق السيارة الذي أمامها معكوسة، معكوس المعكوس بيديني معتدل، فبالتالي يقدر تكون هنا واضحة لقائد السيارة الذي أمامه فيتنحى جانبا من الطريق لسيارة الإسعاف. فكده عرفنا شوية أسئلة مهمين. طيب، ما تنساش برضو القوانين بتاعتي، ممكن يجيب لي الرسمة، الرسمة بتاعت مين؟ زاوية السقوط وزاوية الانعكاس اللي هي هنا، يديني مثلا هنا دي زاوية السقوط واللي جنبها دي زاوية الانعكاس، يديني اللي هنا دي 60 درجة، يبقى زاوية الانعكاس السقوط بتساوي كام؟ لو دي 60 دي كلها على بعضيها قائمة. فهنا لما تكون دي كلها 90 والحتة دي الزاوية دي الصغيرة دي بتساوي 60، يبقى أكيد هنا زاوية السقوط هتساوي كام؟ 30. يبقى الانعكاس برضه هتساوي كام؟ 30. هيلعب معانا هنا بالإيه؟ بالزوايا اللي أنت عارفها طبعًا من الهندسة. كده خلصنا المرآة المستوية وأهم ما يتواجد فيها. هناخد النهاردة مقدمة عن المرآة الكرية، والحصة اللي جاية نكمل بها وصفات الصور. يعني ايه مرآة كرية؟ هي مرآة يكون السطح العاكس لها جزء من سطح كرة جوفاء. عندي نوعين، مرآة كرية مرآة محدبة ودي بتفرق الأشعة، مرآة مقعرة ودي لما أو بتجمع الأشعة. ايه تعريف المرآة المقعرة والمرآة المحدبة؟ المحدبة بيكون سطحها العاكس اللي هو اللامع جزء من السطح الخارجي الكرة. يعني بص معايا، شايف الجزء اللي من بره ده اسمه ايه؟ مرآة محدبة. الشرط اللي انت شايفها ديت اللي محطوطة دي معناها ظهر المرآة. طب لو كانت مرآة مقعرة يا مستر، هيكون سطحها اللامع جزء من السطح الداخلي للكرة المجوفة، والشرط احطها فين؟ ورا.
دي بره على السطح الخارجي للكوره، يبقى ده ظهر المرآة الشرط والسطح اللامع بيكون من الداخل. المرآة المحدبة والمرآة المقعرة لديها بعض المفاهيم، منها أول حاجة حاجة اسمها مركز تكور المرآة، وفي حاجة اسمها قطب المرآة، وفي حاجة اسمها المحور الأصلي، وفي حاجة اسمها المحور الثانوي. تعالى نتعرف على بعض المفاهيم الأساسية للمرآة الكرية. أول حاجة من خلال دراستنا للشكل اللي فات، عندي حاجة اسمها مركز تكور المرآة اللي هي رمزها مين؟ إيه تعريفه؟ هو مركز الكرة التي تعد المرآة جزء منها. نبص عليه كده بسرعة، أهو اللي هو هنا، يبقى هو مركز الكرة التي تعتبر المرآة إن كانت مقعرة أو محدبة جزءا منها. طيب أين يقع مركز تكور المرآة المقعرة؟ أوعى تنسى بيكون في المرآة المقعرة أمام المرآة. في المرآة المحدبة يقع عنوان مركز التكور خلف المرآة. جميل؟ بتيجي أكمل. طيب أين يقع مركز تكور المرآة المحدبة؟ خلاص ما احنا لسه قايلين يا مستر، أمام السطح العاكس وخلف السطح العاكس. خلف السطح العاكس في مين؟ في المحدبة. وأمام السطح العاكس في مين؟ في المقعرة. كويس جدا. ندخل على حاجة اسمها نصف قطر تكور المرآة. هو نصف قطر الكرة اللي هو بنرمز له بالرمز النق طبعا، التي تكون المرآة جزء منها. وروني كده على الرسمة يا مستر، يعني من أول ميم هنا لحد قاف، ده اسمه نصف قطر تكور المرآة. أو من ميم هنا لحد قاف اللي هنا. هي إيه قاف دي يا مستر؟ قاف دي بنقول عليها قطب المرآة. برافو عليك. إيه قطب المرآة؟ دي نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية. يعني في النص هنا مش موجودة، مش هشوفها جوه المراية، فبنقول على نقطة وهمية تتوسط أهو. شايف؟ أدي الجزء ده والجزء اللي تحت، الاتنين قد بعض، هي في النص بقى بينهم. أهو نفس الكلام في المحدبة، أهو ده بيساوي الجزء ده، وهي في النص بينهم، دي اسمه قطب المرآة. طيب يا مستر عندي حاجة اسمها المحور الأصلي. أيوه، إيه المحور الأصلي؟ شايفين الخط الأسود الكبير ده؟ ده خط مستقيم يمر بينه مين؟ بمركز تكون المرآة وقطبها. يبقى هنا هو المحور الأصلي والخط المستقيم الذي يمر بقطب المرآة ومركز تكور. طب لو ثانوي، قال لي الثانوي ده بقى أي خط مستقيم يمر بمركز تكور المرآة وأي نقطة على سطح المرآة بس ما عدا قطبها. طب ليه؟ برافو عليك، لأنه لو مر بقطبها يبقى اسمه محور أصلي. جدع. بؤرة المرآة المقعرة، إحنا اتفقنا إن المرآة المقعرة بتعمل إيه؟ قال لي بتجمع الأشعة، فلما تسقط عليه أشعة الشمس أي شعاع يجيني من مصدر بعيد بيكون متوازي، وأشعة الشمس مصدر بعيد، يبقى الأشعة بتاعتي هتكون جاية إيه؟ متوازية. يبقى إذا سقطت أشعة الشمس أو أي أشعة من مصدر ضوئي بعيد عن سطح المرآة المقعرة بحيث تكون موازية لمحورها الأصلي، تنعكس عنها، تتجمع في نقطة سميناها البؤرة الأصلية. شايفين؟ أدي الأشعة هي نازلة متوازية، وبتكون موازية للمحور الأصلي، تتجمع في النقطة دي. شايفين النقطة دي اسمها إيه؟ دي البؤرة الأصلية يا مستر. طيب الفكرة دي استفاد منها عالم اسمه أرشميدس. عمل إيه أرشميدس؟ لما جت بعض السفن على البلد بتاعتهم علشان تحتلها، كانت سفن شرعية، فراح قام جاب مرايا مقعرة كبيرة وضخمة حطها على قمم جبال تطل على البحر، وقعد يوجه أشعة الشمس في وقت الظهيرة على مين؟ على الأشعة بتاعتها اللي هي من الخشب والقماش، فابتدت تتحرق وتغرق السفن. أدينا استفدنا هنا هو من المرآة المقعرة منذ القدم. طيب عايزين نحدد البؤرة. ضع المرآة المقعرة مواجهة لأشعة الشمس أو جسم بعيد جدا. حرك الحائل أمام سطح العاكس للمرآة حتى تحصل على أصغر وأوضح صورة نقطة مضيئة. بتكون بؤرة المرآة، بنقيس المسافة بين النقطة المضيئة، شايفها أهي، وبين المرآة. قال دي بتكون وقود بالمرآة اللي هي قاف، قال تكون هذه المسافة هي البعد البؤري اللي هي عين. في علاقة بين عين ونق؟ قال لي أيوه، نق بتساوي 2 عين، يعني بتساوي ضعف البعد البؤري. يبقى نستنتج من هنا البعد البؤري للمرآة تعريفه إيه؟ قال لي المسافة بين البؤرة الأصلية وقطب المرآة، واتفقنا نصف قطر تكون المرآة بيساوي ضعف البعد البؤري، يعني نق بتساوي 2 عين. إن شاء الله الحصة اللي جاية هنتكلم بقى على الصور المتكونة بوسط المرآة المقعرة، لما نشوف الأشعة بتسقط إزاي وتنعكس إزاي. ده كله هنقوله مع بعض، ونتعرف على الرسومات ودقة الرسومات، وحاول تبقى معاك ورقة وقلم وترسم الكلام اللي هنقوله بالنص، ومعاك برجل طبعا. ربنا معاكم ويوفقكم، وراجع على الوحدة الأولى اوعى تنساها. أشكركم، ربنا يوفقكم وينجحكم يا ولدي.